وبركاته. فيديو اليوم اللي غنقدم معكم، غنقدم معكم الشباكيه. الشباكيه كنحتاجو كيلو ديال الطحين، كنحتاجو قبصه ديال الملح، كاس ديال اللوز مطحون يكون منيل مزيان، وكاس ديال الزنجلان حتى هو يكون مطحون ومنيل مزيان، كاس زيت بلديه او زيت الروميه، انا درت البلديه، كاس ديال الزبده تكون دايبه، معلقه كبيره ديال القرفه، ودرت معلقه كبيره ديال النافع، ومعلقه كبيره ديال حبه حلاوه حتى هما يكونوا مطحونين ومنيلين. كنيلوهم مزيان باش ملي نكونوا نخدموا في الشباكيه ونكونوا ندلكوا فيها ونشبكوها باش ما تقطعش لينا وتشبك معنا بسهوله. كنبسوا هذا الخليط بهاد الزبده والزيت ويتبسس كامل، تشرب الزبده وتشرب الزيت وتشرب كل شيء، يشرب الخليط مزيان، نبقاو نبسوه بيدينا وبحال تنعجنوه مزيان، تيدخل معاه كاع داك الدهون اللي ضفنا ليه، وكنخليوه يبات ليله كامله، يبات ليله كامله حتى الغد عاد نعجنوها، اولا تخدميها مع الصباح وفي العشيه تعجنيها. بهذه الطريقه هذه كتشرب الشباكيه الدهون ديالها وكتعطي واحد النتيجه زوينه. انتما كما كتشوفوا كندخلوا نحاولوا نفركوا بيدينا باش كندخلوا داك الزبده وداك الزيت، ندخلوها مزيان صافي، وكنوضعوه على جنب وكنغطيوه بلاستيك الغذائي ونحطوه فوقو شي فوطه صافي، ونخليوه حتى الغد ان شاء الله ونعجنوها. هنا غادي ناخذ نص كاس مع مرش ديال الخل، هذا نص كاس، وهنا غادي ناخذوا هاد القرعه ديال الدرب العامري، كيكون المزر ديالها زوين، ها هي 250 سنتيلات، ها هي عندنا كاس ونص. غادي نديرو معاها واحد الطامه ديال الزعفران الحر، كتجي زوينه فيها، كتطلق واحد اللذه، وغنضيف الزعفران الحر حتى هو معاها، وغنديروهم فوق فوق العافيه يسخن واحد شويه، هو هذا الخليط بعد ما خليناه بات ليله كامله. غادي نديرو هنا القليل من المسكه الحره مدقوقه مع السنيده، غنديرو واحد الخماره، غنديرو درت انا هاد القدر هذا ديال الخميره، وعندي هنا واحد صفر بيضه، ما كنديروش البيض، بيض البيض على قبل كيدير لنا الكشكوشه ملي كنبداو نقلو فيها، ولكن اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، ولكن من الافضل انكم ديروها لانها كتجي الشباكيه ديالها معلكه وكتجي زوينه. الخليط بعد ما سخناه فوق البوطه ما كتسخنيش حتى لدرجه الغليان، وانما كدفيه باش كتذوب لينا داك الزبده اللي رانا حنا دايرين في هذا الخليط، نذوب هاد الخميره شويه، ها
هاد الضامه اللي درت ديال الزعفران الحر راه كتدير هكا، كتضيف ليها واحد اللذه وفي نفس الوقت كتضيف لها واحد اللون. اللي ما بغاش يديرها يدير الملون الغذائي. ما كانش متوفر عندك حتى الملون الغذائي او ضامه البنه، ممكن انك تضيفي الخرقوم اللي كيكون عندنا في الدار، الزعفران. صافي وكنبدا نعجنها. الا ما قدكش هذا الخليط في العجن ممكن تضيفي تزيدي تضيفي الماء. كتشوفوا معايا العجين او ملي كيتجمع رطب، غادي نقسمو انايا على خمسة يكونوا متساويين. نديرو واحد البلاستيك غذائي نحطهم فيها. صافي نضعهم في بلاستيك غذائي هنا. ناخذ كره من هاد الكرات نبلكهم على هاد الشكل. صافي كنديرهم على شكل ظرف.
الشكل الى نهايه العجين. هاد الكرات اللي راحنا درنا كناخذوا واحد المربع من هذوك العجينات اللي راحنا درناهم على شكل مسمنه، ندلكوها بالمدلك بالنسبه اللي عنده الماكينه راه كيدير الماكينه، اللي ما عندوش راه يدير على المدلك ويخدمها. سنقطعها على أربعة الأطراف. نقطعوا الجوانب بالجرارة نديروا الخط الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس كنقطعوه، الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس كنقطعو، كنبقاو غاديين على داك الشكل، الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس كنقطعو، كنبقاو غاديين على هاد الشكل هذا، ونحاولو العجين اللي كيشيط لينا ما نعجنوش، نخليوه على نخليوه هكاك. طريقة التشباك هي كيف ما تتشوفو معايا، كنحطو الأولى والثانية فوق بعضياتهم، وكن الاخرانية كنلصقوها مع بعضها من القناه، وكنوركو عليها باش ما تحلش، كنقلبوها، كناخذو كنقادو ليها الجوانب من الجناب، كنضغطو عليهم باش ما تحلش معنا، صافي كنقطعو هذاك الجوانب اللي بقاو لنا الا كانوا طوال. ها هي كتجي على هذا الشكل هذا كيف ما تتشوفوا معايا. هانتوما تما كما كتشوفوا، الاولى والثانيه كنحطوهم فوق من بعضياتهم، الاخرانيه هذيك الثالثه كناخذوا الراس ديال بعضياتهم القناه كنضغطوهم باش ما تحلش، صافي كنقلبوا هذيك كنقلبوها من التحت للفوق، وكنضغطوا على الجوانب صافي، وكنقطعوا باللوز.
الزيت سخونه. وكان هذا هو فيديو اليوم، نتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم ونكون خفيفه على قلوبكم. وما تنسونيش بالتشجيعات ديالكم، لايك ابوني وتفعيل الجرس، ومع فيديو جديد ان شاء الله.